السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج باث فايندر، وده متخصص لو في مثلا حريقه او في عايز تدرس المسارات بتاعه الخروج من المكان هتعملها ازاي. طيب دلوقتي انت ممكن ترسم روم مثلا من الاداه دي او من الاداه دي، دي بترسمها على اي مستطيل ودي بترسمها بشكل حر. طيب انا عندي هنا الفلور، هقول له مثلا اد نيو، واضيف الفلور اد نيو، تكتب الارتفاع بتاع الفلور، وبتكتب هل انت عايز ده اكتف فلور ولا لا. يعني لو قلت له اكتف فلور يبدأ الاكتف والباقي كله شبه، لو عايز اكتفهم كلهم هقول له شور. طيب وليكن مثلا انا في الدور دوت اقول له خلي اكتف، تمام. وبعد كده هرسم الروم اهيت، تمام. وممكن ترسم بالشكل دوت زي ما انت شايف بشكل حر اهوت، اللي هو ما تقفل رايت كليك عشان اخرج من الامر. طيب لو انا عملت سيلكت على ديت هتلاقي ده اسم الغرفه، الفيزابيلتي، الكالر، الشفافيه، الاكس واي وزد، الاريا، الدنستني. ممكن تحتاج بقى ان انت تخليها مثلا الكباستي فيها كم او اكتر كميه ممكن تشيلها كم شخص، تمام. تقدر تغيرها. طيب ممكن تحدد ان دي مثلا الريفيوج اريا اللي الناس مثلا هتخرج منها. طيب ديت ممكن نعمل لها مثلا بقى ايه دور، واخلي ديت ودور تاني هي هنا. طيب هعمل سيلكت على دي واقول له خلي الدور اتجاه واحد اكزيت اونلي، وده برضو هقول له ميك دور وان واي اكزيت، تمام. طيب الروم دي لو انا عايز اقسمها هقول له هنا قسم لي الروم دي لقسمين بالشكل دوت، ده واحده ودي واحده، وليهم الاسامي وليهم المواصفات بتاعتهم زي ما انت عايز. طيب دلوقتي عايز اضيف اشخاص، اقدر اضيف شخص هنا واقدر اضيف شخص تاني هنا، او ممكن تقول له انا عايز اضيف مجموعه اشخاص، فتبدا ترسم زي ما انت عايز مثلا بالشكل ده. طيب ممكن تقول له انا عايز اشوف الناس دول كاشخاص حقيقيين. طيب بعد كده هقول له اعمل لي محاكاه وادي له الاسم اللي انا عايزه. بيقول لي الاكيوبمنت في مشكله، لا مفيش مشكله، ده هو بيقول لك في ابعت ايميل وحاجه زي كده. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز اشوف لو حصل حاجه والناس عايز تخرج هتخرج ازاي. هنا ما خرجوش، ليه ما خرجوش؟ عشان احنا ما عملناش باب، تمام. هما هنا بيخرجوا هم من الباب اهوت. طيب يبقى احنا لازم نعمل باب بين الروم دي والروم ديت. هقول له هنا اسيست سيميوليشن. طيب هاجي هنا اعمل له باب، ممكن تخلي الباب يبقى الاتجاهين، تمام اهو. وتقدر طبعا الباب ده وانت عامل على سيلكت تغير كل الخصائص اللي انت عايزها. طيب ممكن تخلي الباب اتجاهين او تقول له خليه اتجاه واحد، تمام. طيب بقول له بقى سيموليشن، تمام. زي ما انت شايف لما عملنا الباب بدأ الناس تخرج من هنا لهنا لهنا.